ما يميز توماس مولر هنا التمركز، دايما بنلاقي حالات مكرره جدا. لو احنا شفنا هنا معانا في الصوره الزحمه اللي عاملينها، البلوك اللي عاملينه المدافعين، توماس مولر دايما بيخلق المساحه وهو بينزل على القريب ويقطع. ما يميز توماس مولر في الاسيست هو التمريرات المفتاحيه، من اكتر الناس اللي ساهمت في الاسيست، 18 اسيست لهذا العام على التوب في اعلى نسبه في اوروبا في الخمس دوريات الكبرى. توماس مولر هو اعلى واحد في المساهمه في الاهداف وصناعه الفرص الاسيست. توماس مولر في المثال دايما مكرر، دايما تلاقيه بيقطع، دايما بيفضي نفسه المساحه. يعني هنا المثال لكابتن اوباميانج فين؟ يعني نرجع شباب، نرجع توماس مولر تاني، ارجع تاني كده زجاله، ممكن ترجع ماشي نقف عند هنا ونشرح. هو طبعا اتلعبت الكره لسانيه، لكن عايزين نشوف توماس مولر. يعني توماس مولر اعتقد هو ده موجود في الصوره دي اللي عليه الدايره دايما بالظبط كده. شوف يعني يا كابتن هاني، البلوك الكومباكت الدفاع اللي بيعمله الفريق في 1 2 3 4 5 يعني قافلين على اوباميكانو هنا. صحيح. ولكن ومع كل ذلك دقه توماس ميلر في الاسيست، وده المعروف عنه، ده دايما اللي بيظهر. توماس ميلر بيعرف يوصل الكوره حتى لو في العمق ما بين المدافعين بشكل رائع جدا. والهدف دوت حبينا ان احنا نجيب الحاله ديت بالذات، لان هي بتوري وتوضح قوه توماس ميلر في الملعب. فيه اولا انا عايز اضيف لك كمان التمركز كان مهم جدا حتى مع بدايه الهجمه، ان هو سحب نفسه عشان يبقى بعيد عن الرقابه. صحيح. ده مهم جدا، يعني دوت هو اللي خلق نفسه المساحه ديت عشان يبعد عن الرقابه. وممكن اي حد يشوف الصوره دي يقول لك انا هصلح واشوط، او صحيح. يعني الصوره دي اول ما نوقفها يقول لك الراجل ده هيصلح نفسه ويشوط، وبالتالي هو واخد القرار بالزبط. السريع يعني جدا انه يلعب الاسيست ان تايم. خلي بالك برضو طبعا الموضوع ده ان تايم، عشان لو اتاخر شويه طبعا هو دلوقتي كان ممكن جدا لو متاخر هيطلع اللاعب ده اوف سايد. لكن بالزبط. التحضير انك بتخرج نفسك من البوزيشن اللي انت ما تبقاش تحت ضغط، وكمان سرعه الاسيست نفسه ان تايم في الوقت المناسب. صحيح، كان عنده اكتر من حل، كان عنده القرار ان هو يسجل زي ما قلنا، وضحنا بالسهم ان هو تروح، ولكن التايمينج المناسب والشورت باس والتمريرات المفتاحيه هو ما يميز توماس ميلر. طيب يعني احنا عندنا ارقام توماس ميلر، الناس يعني لازم تعالوا تعال انا وانت نوري الناس برضو ارقامه، لانه هو زي ما انت بتقول لعيب محوري، لعيب بلغه الكوره جندي مجهول حتى على في وسائل الاعلام. ده ارقام توماس ميلر في الموسم الحالي، لعب طبعا 37 مباراه، احرز 10 اهداف حتى الان. طبعا التسديدات على المرمى 50 تسديده، عموما اون تارجت 34 تسديده، المعدل التهديفي يعني 0.3. ما بيشوطش ضربات جزاء ولا بيشارك طبعا في الضربات الثابته، ولكن عنده مميزات اللي هي الاسيست والتمريرات المفتاحيه اللي هي طبعا بتوصل المهاجمين، وخاصه ليفاندوسكي. احنا بنشوف معانا في الجدول الثاني هيبين لنا عدد الاسيست اللي مساهم فيه توماس ميلر لهذا العام، 19 هدف صناعه هدف او اسيست لهذا العام حتى الان 19، وده اعلى رقم في الدوريات الخمس الكبرى حتى الان. توماس ميلر صناعه الفرص المحققه 17، التمريرات المفتاحيه عنده بيودي اللاعبين زي ما بينا في الحاله 2.6، يعني نسب مهوله جدا، ارقام كبيره وارقام. وزي ما بقول لك يعني بالرغم من الارقام ديت ومساهمه توماس مولر كمان على مستوى المنتخب الالماني، وما زال توماس مولر يعني زي ما بتقول مظلوم اعلاميا بشكل كبير جدا. ولو رجعنا على الاربع خمس سنين اللي فاتوا اعلى نسبه اسيست في العالم كلها في الدوريات الخمس الكبرى الموسم الماضي. الموسم الماضي الموسم اللي قبل معانا جدول، لو الشباب برضو حابين نعرضه معانا ماشي، ممكن لو في جدول حتى نعرف الراجل ده شغال من الموسم اللي فات والموسم ده اربع مواسم اللي فات ومحدش واخد باله. يعني صحيح، يعني احنا معانا طبعا ارقام بنقول ان توماس ميلر في الموسم 2020-2021 اعلى اسيست في العالم او التوب 5 ليجز ب 18 هدف. الموسم اللي قبله 19-20 هو برضو اي اعلى نسبه اسيست، وسبق حتى كان وقتها لميسي مع برشلونه كان هو رقم واحد. اخر اربع مواسم توماس ميلر هو التوب رانكينج في الاسيست على مستوى طبعا المقارنه لافضل لاعب في صناعه اللعب في الدوريات الخمسه الكبرى للسنه 19-20. زي ما احنا شايفين ان توماس مولر صناعه الاهداف كان يتفوق على ميسي، على دي بروين، على جوميز، على دي ماريا، طبعا كلهم اسماء كبيره جدا، ولكن توماس مولر كان متفوق زي ما انت بتقول يا محمد. صحيح. في 21 صناعه للاهداف متفوق على ميسي او بيعادل يعني ميسي
يتفوق على دي بروين وطبعا وجوميز وديماريا. واضح ان كمان السنه دي كان ممكن جدا واصل لهذه الارقام او اكثر، يعني 19 هدف ولسه تقريبا في يعني 10 جولات او 8 جولات 9 جولات، فعنده لسه المساحه ان هو يساهم بشكل اكبر في صناعه الاهداف. مظلوم اعلاميا توماس ميلر، ولكن مساهم هو الجندي المجهول زي ما حضرتك قلت في تحقيق ليفاندوسكي للجوائز الكبيره. لازم يعني الناس تبص على ارقامه ولازم يتاخد كل ده في الاعتبار، ونتمنى طبعا توفيق ليه ان هو يكون ظاهر على منصه التتويج بشكل